السلام عليكم، معكم الدكتور محمد عبد الله الجرافي، ومحاضرة في السترينث ماتيريال، المحاضرة الخامسة. في هذا المحاضرة الخامسة سوف ندرس الإجهادات الداخلية والانفعال الداخلي للجسور نتيجة البيور بندنج مومنت. الأسبوع الماضي أو المحاضرة الماضية تم شرح كيف نحسب المومنت لأي جسر. المومنت في الكانتليفر يساوي القوة في المسافة 8 × 12، تكون العزم قيمة 690. أيضا عند الدي العزم 8 × 12 690 باوند إنش. فالمقطع من السي إلى الدي يتعرض لعزم قيمته 960. ما هي الإجهادات؟ محاضرة اليوم تشرح ما هي الإجهادات والانفعالات الداخلية للمقطع سي دي نتيجة العزم 690. نفترض أن لدينا المقطع اي سي بي معرض لعزم، عشان يكون في اتزان لازم يكون معك عزمين، احدهما عكس عقارب الساعة والثاني مع عقارب الساعة حتى تكون المحصلة صفر ويكون الجسم متزن. انت إذا قطع الجسر هذا عندما تقطع السكشن سي ستتولد إجهادات داخلية. ما هو الإجهادات الداخلية للعزم؟ هي كما يلي. لو نلاحظ هذه المحاور إكس واي زد، سوف تتولد قوى إجهادات رأسية سيجما إكس وإجهادات قص تاو إكس واي. هذه المحاضرة عن تناول الإجهادات الرأسية، بعد محاضرة إن شاء الله عن تناول الإجهادات الناتجة من العزوم والأحمال. برضو من الستاتيك إكوليبريم هناك ثلاث معادلات. بيقول إن المعادلة الأولى سيجما أو إف إكس، القوة الرأسية القوة في اتجاه إكس هنا تساوي صفر. ليش؟ لأنه المسلط على المقطع مومنت وليس هو الضغط أو شد، فبالتالي محصلة القوة Fx يساوي صفر. وكما نعرف أن Fx يساوي تكامل الإجهاد في الدلتا A. المعادلة الثانية المومنت حول الواي، لو نعتبر أن هذا الواي مسمار ونحن ندور حوله، فالعزم حول الواي هنا صفر. لاحظوا العزم هنا ليس حول الواي، إنما العزم هنا حول إيش؟ الزد. لهذا في المعادلة الثالثة نلاحظ أن الام زد تساوي ام، بينما ام واي هنا تساوي كم؟ صفر. والعزم معروف ما تساوي، تساوي القوة اللي شرحناها سابقا اف اكس بس مضروبة في ذراع العزم زد. فبالتالي سيجما الام واي تساوي تكامل الزد في السيجما اكس في الدي اي تساوي صفر. عفوا. المحاضرة الثالثة أو المعادلة الثالثة ام زد تساوي ذراع العزم في القوة اللي سالب واي في سيجما اكس دي اي. هذا التكامل يعطيك ايش؟ المومنت. هذه الثلاث المعادلات المستنتجة من الستاتيك نستخدمها قريبا في استنتاج الإجهادات الداخلية. هناك بعض الافتراضات لازم ان احنا نفهمها قبل ما نبدأ بحساب الإجهادات. أول حاجة أن المنبر يظل سيمتريكال متماثل، يعني المقطع قبل التشوه وبعد التشوه يظل متماثل. الانحناء يكون منتظم على شكل دائرة، يعني المقطع A B عبارة عن قطع دائرة، اي داش بي داش عبارة عن قطاع من دائرة. المقطع قبل التشوه وبعد التشوه يظل بلينر، يعني المثلث يظل، اذا كان المقطع مثلث يظل مثلث، مربع يظل مربع، دائرة يظل دائرة، لا ما يكونش فيه تشوه distortion. اللينث of the top يعني الطول AB اللي فوق يكون أقل، واللينث اللي في الأسفل E'B' يكون أكبر،
وبالتالي الطول عند السنتر يكون ثابت قبل التشوه وبعد التشوه. فلو افترضنا انه قبل التشوه كان الشكل مستطيل، فالاطوال سواء عند السنتر ولا التوب ولا البوتوم قبل ما يحصل بندق مومنت قبل ما يتشوه هيكون شكله شكل مستطيل والاطوال ثابتة. بعد التشوه سيظل الطول عند السنتر ثابت، طوله L، ولكن الطول العلوي سيقل والطول السفلي سيزداد، لأنه على شكل دائرة بيحصل تشوه فيزداد الطول تحت ويقل الطول اللي فوق. الإجهاد والانفعال يعتبر قيمة السالب نيجاتيف وكمبريشن عندما يكون أعلى من الناتشرال بلان، يعني السنتر حق هذا المقطع نفترض أنه في الوسط، كلما ارتفعنا إلى أعلى هيكون الاسترس والاسترين نيجاتيف وكمبريشن، ولو نزلنا إلى أسفل يكون بوزيتيف ونيجاتيف، بوزيتيف وتنشن، فهيكون شد تحت وضغط فوق. طيب نبدأ بالخطوات حساب الإجهادات والانفعالات للمنبر نتيجة العزو. لدينا هذا المقطع حصل له تشوه نتيجة العزوم بالشكل الواضح أمامكم. الخط الأحمر هنا هذا الخط السنتريود للمقطع الذي طوله L، وعلى ارتفاع Y هناك خط منقط أحمر، هذا طول المقطع على ارتفاع Y. حصل له كما ذكرنا بالافتراضات السابقة انه شورتنينج قصر. طيب نشتي نشوف نحسب مقدار الانفعال. مقدار الانفعال هذا شرحناه في اول محاضرات المقاومة، الانفعال يساوي التغير في الطول على الطول الاساسي. طيب نشتي نعرف كيف نحسب المقدار التغير في الطول. التغير في الطول في هذا من المعادلة يساوي ايش؟ الطول بعد التغير اللي هو المنقط هذا ناقص الطول الأصلي اللي هو الأحمر المستمر. طيب كيف نحسب الأطوال؟ نرجع للجيومتري والمعادلات الهندسية التي تقول أن طول القوس يساوي طول القوس يساوي الزاوية المحصورة الزاوية التي أمامها في نصف القطر. فبالتالي الطول الأساسي هيساوي رو في الثيتا، والطول المشوه اللي هو المنقط هيساوي الثيتا في نصف قطره الجديد اللي هو عبارة عن ايش؟ رو ناقص الواي، لأنه قصر الريديس قصرت من مسافة واي، وهو واضح هنا. فبالتالي التغير في الطول يساوي الطول بعد التغير ناقص الطول الأصلي هيساوي سالب واي في ثيتا. إذن التغير الانفعال يساوي التغير في الطول اللي هو سالب واي في ثيتا على الطول الأصلي اللي هو L اللي هو الرو في الثيتا، نختصر الثيتا مع الثيتا فهيكون الانفعال يساوي سالب واي على الرو. الواي هي النقطة اللي تم حساب الانفعال فيها، والرو اللي هو نصف قطر الانعطاف أو الدائرة اللي حصل لها تشوه. حلو. طيب عندما تكون الواي هذا الواي عندما تكون الواي صفر هيكون الانفعال كم يساوي؟ صفر، هتكون صفر على الرو صفر، وهذا واضح احنا قلنا في السنتريود كانوا يساوي صفر. طيب وكلما ارتفعنا في الواي كلما زادت الانفعال، واقصى قيمة للواي هي السي. السي هي المسافة من السنتريود الى التوب فايبر الأعلى يعني الطرف الأخير العلوي للمقطع. فبالتالي لحساب الانفعال إبسلون ماكسيمم هنعوض بدل الواي بسي، هتكون سي على الرو، وبالتالي فالرو تساوي السي على إبسلون ماكسيمم. هذه المعادلة هنستخدمها فيما بعد. طيب الآن هذا الرو نضعها في هذه المعادلة، فبالتالي سيجما اكس يساوي سالب واي على الرو، الرو عن ضحها سي على ابسلون ماكسيمم،
حتكون الانفعال epsilon x يساوي سالب y على c في الأقصى انفعال، وبالتالي يكون خطي، يكون هذا انفعال صفر، وكلما ارتفعنا يزداد وكلما نزلنا إلى أسفل يزداد. هذا الآن اللي حسبناه الانفعال. الآن شيء نحسب الإجهاد. في المحاضرة الثانية من مقاومة مواد أثبتنا أنه الإجهاد يساوي المودلس of elasticity E في الانفعال. فالمودلس of elasticity ثابت، الانفعال هنعوضه بالمعادلة اللي شرحناها سابقا، سالب y على c في epsilon m، فهتكون السيجما تساوي سالب y على c في سيجما m، وبالتالي ايضا السيجما هنلاحظ انه خطي، كلما ارتفعنا يزداد الاجهاد وكلما انخفضنا يزداد الاجهاد. وحسب الافتراضات كما ذكرنا سابقا انه الاجهاد كلما ارتفعنا الى الاعلى الاجهاد يكون ايش؟ ضغط، وكلما نزلنا الى تحت يكون ايش؟ شد. طيب ذكر المعادلات الثلاثه اللي شرحناها سابقا او هذه، نطبق أول واحدة منها اللي هي f x يساوي تكامل سيجما x dE يساوي صفر، هتكون نعوض بدل السيجما x بسالب y على c في السيجما m، ونخرج الثوابت اللي سالب سيجما m على c في تكامل ال y dE. طيب حد يتذكر ما التكامل y dE من المحاضرة السابقة ما تساوي؟ نعم تساوي العزم الأول للمساحة. فبالتالي يا العزم الأول يساوي العزم الأول للمساحة يساوي صفر، أو السيجما يساوي صفر، أو السي يساوي صفر. وطبعا السيجما لازم ما تساوي صفر لأنه إجهاد، والسي هذا طول، إذا العزم الأول هو الذي يساوي صفر، ولا يمكن أن يساوي صفر إلا عند السنتريود. فبالتالي السنتريود أو الناتشرال سيرفيس للإجهادات يقع عند السنتريود. فبالتالي السنتريود المقطع الإجهادات عنده تساوي كم؟ صفر. طيب برضو من المعادلة اللي شرحناها سابقا، M يساوي تكامل سالب Y في سيجما X في الـ DE، هذه تساوي العزم. نعوض هنا بسيجما X اللي هي سالب Y على C في سيجما M، ونتخرج الثوابت اللي هي سيجما M على C، هتبقى لي تكامل y تربيع dE. حد يتذكر برضو ايش هذه اللي شرحناها الاسبوع الماضي او المحاضرة السابقة؟ هذه تسمى العزم الثاني للمساحة. اذا تكامل y تربيع dE يساوي ال i، وبالتالي المومنت يساوي سيجما ماكسيمم في ال y على السي. العزم يساوي اقصى اجهاد في المودلس او المومنت اوف انيرشيا على السي اللي هي المسافة من السنتريود إلى التوب فيبر. طيب نعوض بالسيجما إكس اللي هي تساوي سالب واي على سي في السيجما إم، نعوض بالسيجما إم بالمعادلة هذا، هتكون السيجما إكس الإجهاد يساوي سالب المومنت في الواي على الآي. يعني الإجهاد عند أي ارتفاع واي هيساوي الام في الواي على الاي، واقصى اجهاد نلاحظه عندما الواي تساوي كم؟ سي، هتكون بعدين تساوي المعادله ام سي على الاي. اذا هذه المعادله الاولى، ان الاجهاد هيساوي سالب العزم في الواي على الاي، هذه المعادله اللي نحسب منها الاجهادات. بعض التعريفات، السيجما ام تساوي ام سي على اي، الاي المودلس المومنت اوف انرشيا، السي المسافه من السنتر الى التوب فلانج التوب فيبر. لما نقسم الاي على السي هنسمي اس اللي سكشن مودلس، والاس تساوي الاي على السي. احنا شرحنا الاسبوع الماضي او المحاضره الماضيه كيف نحسب الاي، الاي يساوي الموازي في مكعب العمودي على 12، والسي في المقطع المستطيل هنا هيساوي اتش على 2، وبالتالي عدول الى ب
بي اتش تكعيب على 6 او اي في الاتش على 6. ونلاحظ هنا في المقطع الاول والمقطع الثاني رغم ان المساحات متساوية 24، لكن نلاحظ ان المودلس افلستي للثانية الجزء الثاني اعلى من الاول. لماذا؟ لانه الموازي لو 3 في مكعب العمودي 8 تكعبات على 12، بين المودلس افلستي هنا 4 في مكعب 6 على 12. فلذلك كمصممين يفضل اختيار المقطع الثاني او اختيار المقطع الارتفاع اكبر، ولهذا تكون افضل المقاطع الحديدية اللي هي ايش الاس بيم والدبليو بيم. لماذا؟ لان المساحة متركزة ابعد ما يمكن عن السنتريود. وهذه الجداول موجودة عندكم في الكتاب لحساب المومنت انرشيا والسنتريود والمساحات للمقاطع المختلفة للاس شيب. طيب شرحنا سابقا الاجهاد. الاجهاد قلنا سيجما اكس يساوي سالب ام واي على اي. الشيء نحسب الان الديفورميشن. سابقا شرحنا ان الواحد على رو يساوي ابسلون ام على سي. تسألوني اي حين شرحنا، انا ارجع لكم شوية السلايدات نتذكر المعادلة. هذه المعادلة الرو تساوي سي على ابسلون ماكسيموم. اقلب البسط مقام هتكون لك ايش الواحد على الرو يساوي إبسلون إم على السي. اضرب البسط والمقام في المودلس أوف السيستي هتكون فوق السيجما ماكسيموم على الإي سي. السيجما ماكسيموم عوضها من المعادلة السابقة هتكون إم سي على الآي، اختصر السي مع السي هتكون في النهاية إم على إي آي. إذا من المعادلة هذا هنستنتج إن إي اللي هي المودلس اوف السيستي على الرو يساوي المومنت على الاي. هذا الديفورميشن ايكويشن. وقبل سلايد اثبتنا ان السيجما اكس يساوي سالب ام واي على اي، او ان السيجما اكس على واي يساوي ام على اي. طيب الام على اي هنا والام على اي هنا نستطيع ان احنا نوحد المعادلات للديفورميشن والاجهاد في معادلة واحدة ونقول الام على الاي يساوي السيجما على الواي وتساوي المودلس اوف السيستي على الرو. هذه المعادلة حساب الاجهادات والانفعال للمقطع نتيجة العزوم. العزم على المومنت اوف انرشيا يساوي الاجهاد على الارتفاع واي يساوي المودلس اوف السيستي على نصف قدر الانعطاف او الانعطاف للجسر. هذه المعادلة اهم معادلة، والان نطبق بعض الامثلة عليها حتى نستطيع ان نستوعبها جيدا. ناخذ اول مثال. لديك كندليبر مسلط عليه عزم ام يساوي 3 كيلو نيوتن متر، والمقطع للجسر عبارة عن تي سكشن بالأبعاد الموضحة أمامك. إذا كان المودلس أوف السيستي للمقطع 165 جيجا باسكال، فالمطلوب إيجاد الماكسيمم تنسايل أند كومبريسيف ستريس. يحتاج حساب أقصى إجهاد في الكومبريشن فوق والتنشن تحت. ايضا مطلوب ايجاد الريديوس اوف كيرفتشر اللي هي الرو، بمعنى ان احنا نطبق المعادله اللي شرحناها سابقا بتناها الام على الاي يساوي سيجما على الواي يساوي الاي على الرو. نبدا بالاول. الاول الام معطى، اعطاك 3 كيلونيوتن على في المتر. الاي اعطاك الشكل وانت تحتاج تحسبه زي ما حسبناه في المحاضره السابقه. معاك المقطع ومعاك الابعاد، نحتاج نحسب ايش الواي. فبالتالي الجزء الاول من المعادلة معروف البسط والمقام. نجي للجزء الثاني. السيجما هي المطلوب، مطلوبة السيجما ماكسيمم في التنسل والريسف. فبالتالي عند واي الواي المسافة من سنتر الى توب لحساب الكمبريسيف، والبوتوم الواي كذلك المسافة الى البوتوم لحساب ايش التنشن. بالتالي الواي تعتبر من الرسمة معروفة.
فنحل الجزء الأول من المعادلة مع الجزء الثاني نستنتج قيمة السيجما. بعد ذلك ننتقل للجزء الثالث، المدلة سوف تستي معطى، فنقدر نستنتج الرو. الام على الاي معلوم، المدلة سوف تستي معلوم، الرو نستطيع ان احنا نحسبها الان. طيب اذا اول خطوة هنعمل نحسب السنتريود للمقطع باستخدام هذه المعادلة كما شرحنا الأسبوع الماضي أو المحاضرة الماضية، ونستنتج المودلس أوف إلاستيستي بهذه المعادلة. بعد حساب الواي والآي هنحسب السيجما من المعادلة هذا، هتكون إم سي على آي. أخيرا هنحسب إيش الكرفيتشر واحد على رو بإم على إي آي. إذا خلنا نبدأ بحساب الواي داش والآي إكس. الشكل غير منتظم، لهذا هنقسمه قسمين، هنعمل خط هنا فيكون معانا الشكل رقم واحد والشكل رقم اثنين، ونفترض الداتم حقنا هنا في الاكس عند الاسفل. بعدين الجدول معانا الاريا، معانا سنتريود الواي، معانا الواي في الاي، المقطع واحد واثنين. فالمقطع واحد عرض مساحته 20 × 90 يساوي 1800، السنتريود تساوي 50 اللي عبارة عن 40 × 10 = 50، وضربهم يساوي 90 × 10 = 3. المقطع الثاني اثنين هتكون المساحة 30 × 40 1200، والسنتريود 40 × 20، فالضرب هيكون 24 × 10 = 3. نعمل السميشن، مجموع المساحات 3000، مجموع السيجما واي داش اي 114 × 10 = 3. إذا الواي داش ما تساوي بحسب المعادلة السميشن للواي داش في الاي على سميشن اي، نعوضه مباشرة من القيم كما ترون، هتطلع 38. إذا المقطع هيقول لهذا الشكل، هذا هو المقطع، السنتيود حقه كان على مسافة 38، 38 إلى أسفل و 22 إلى أعلى. بحساب المومنت انرجي هنستخدم هذه المعادلة، هتساوي للمقطع الأول الموازي في مكعب العمودي على 12 زائد المساحة في مربع المسافة من السنتر إلى السنتر. فالمقطع الأول حقه المقطع الموازي كم؟ 90 × 20 × 12 زائد المساحة 1800 في المسافة من السنتر اللي هو الإكس داش إلى السنتر القطعة الأولى اللي هي 12 هذا. تربيع. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني الموازي له 30 في مكعب العمودي على 12 زائد المساحة في 18 اللي السنتريود الجزء الثاني إلى السنتريود الكلي إكس داش له 18. نجمعهم كلهن هيطلع المودلس مومنت في انرشيا 868 × 10³ متر الصربعة. الآن نقدر نطبق المعادلة ان السيجما تساوي ام في الواي على الاي. معانا ثنتين واي، واي توب واي بوتوم. فالواي اي تساوي استخدم ايش السي اي، طبعا الام معروف معطى والاي حسبناه الان، فعنطلع بالسي كم 0.022 عشان الوحدات، هذه الوحدات بالمتر وهذا بالمتر، فعنستخدمها السي اي بالمتر تطلع 0.022. في النتيجة النهائية تطلع كم؟ 76 ميجا باسكال. طيب عند النقطة بي عن الام زي ما هي والاي زي ما هي، اللي تغيرت السي بي، هتكون السي بي كان 0.038. اذا السيجما بي تساوي سالب 131.3 ميجا باسكال. اذا الجهاد العلوي 76 والجهاد السفلي 131.3، فبالتالي الماكسيمم عند النقطة بي. طيب ليش الماكسيمم عند النقطة بي؟ لأنها أكبر سي، السي الكبيرة تأخذ ايش الماكسيمم بي. طيب نمشي نحسب الرو. الرو هنحسبها من المعادلة التالية، واحد على رو يساوي ام على اي اي، الام معطى، الاي معطى، اي حسبها الآن، طلعت الرو في النهاية 47.7 متر. طيب مثال ثاني، هذا المثال معانا يعني كومبوزيت ستراكشر، جسم مركب عبارة عن ستيل بعرض
0.75 انش وطول 3 انش، مربوط بقطعتين من البرس، عرض كل قطعة 0.4 انش، معرق لودلس وفليس تي للستيل 29 × 10^6 بي اس اي، وبالنسبة للبرس المودلس وفليس تي 15 × 10^6. فإذا كان العزم المسلط 40 كبس في الانش، كم قيمة الماكسيمم ستريس للستيل والبرس؟ في هذا الحالة مع نستخدم له هذا المعادلة، ان الام على الاي تساوي سيجما على الواي. الام معطى، والاي والواي نستنتجها من الشكل، وبالتعويض المعادلة نطلع قيمة السيجما. بس معانا مشكلة انه هذا كومبوزيت ستيل وبرس، فكيف نعمل؟ الخطوة الاولى نحول الستيل الى البرس، او العكس البرس الى الستيل. في مثال انا نحول الستيل الى البرس ويقع كله هوموجينيس عبارة عن برس. كيف نعمله؟ نضرب العرض 0.75 في حاجة اسمها المودلر ريشيو، نشرحها بعد شوية. بعد ما يكون حاجة اسمها equivalent cross section، كل برس نحسب لها الواي داش ونحسب لها الاي، ونحسب على طول قيمة ايش؟ السيجما. بعد ما حسبنا السيجما تكون هذه السيجما حق البرس، لأن المقطع نحولنا إلى برس، فالبرس لازال برس، فالإجهاد اللي حسبناه صحيح، لكن الإجهاد اللي حسبناه للستيل خطأ، لأنه ما عدوش ستيل، قدوه تحول إلى برس، فنحتاج برة ثانية إن احنا نرجعه إلى برس، فنضربه برضو في الان اللي هي المودلس مودلر ريشيو. طيب كيف نعملها؟ كالآتي، أول خطوة نحول الستيل إلى برس، نضربه في الان، والان هو قس المودلس اوف الاسستي للستيل على المودلس اوف الاسستي للبرس، وهذا وهن معطى 29 × 15 يطلع 1.933. ايش معناها؟ معناها ان المتر الواحد من الستيل يكافئ متر 0.933 من البرس، وبالتالي لما اضرب ال 1.933 في 0.75 هتكون 1.45 انش، والبرس يظل كما هو، فما كتب 0.4 إذن العرض الكلي 2.25 انش والطول 3. طيب الآن نحسب البروبرتي حقه، السنتيريود يقع في النص على مسافة 1.5 انش، الآي يساوي الموازي في مكعب العمودي على 12، الموازي 2.25، العمودي 3 تكعيب على 12 يطلع 5.063 انش. نحسب المعادلة، الإجهاد بالمعادلة سيجما تساوي ام سي على آي، هتكون 40 المومنت في السي 1.5 على الاي اللي 5.063 تطلع 11.53. فالاجهاد للمقطع المكافئ هو عبارة عن 11.85، فبالتالي البرس يظل على ما هو، الاجهاد هو 11.85. الستيل نضربه في الان اللي حسبناه سابقا 1.933، فنضربه 1.933 في 11.85 تطلع 22.9. في النهاية إن شاء الله تكون الموضوع واضح. الكتاب اللي عندكم الريفرنس بير، تراجعوا، احنا شرحناه من صفحات 222 إلى صفحات 241، نفس اللي موجود في الكتاب أنا عملته في الباوربوينت، والواجب اللي هو من 4.1 4.8 4.12 4.15 4.19 4.29، والحلول حقها موجود في آخر الكتاب. شكرا جزيلا ونلتقي.